تحت شعار دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية، احتضن فندق شيراتون الدوحة حفل إطلاق مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، وذلك بمشاركة أصحاب سعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات وكبار المسؤولين في البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إن أهمية مؤتمر العمل البلدي الخليجي الذي يعقد سنوياً بإحدى العواصم في دول مجلس التعاون وتتشرف مدينة الدوحة باستضافته هذا العام تكمن في أنه فرصة مناسبة لاستعراض التجارب البلدية، كما يعتبر المؤتمر ملتقاً للمسؤولين والأمناء والمحافظين والخبراء والاستشاريين لتبادل المعارف والخبرات على مختلف الصعد في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بدول مجلس التعاون الخليجي. سوف يناقش المشاركون من قيادات العمل البلدي والباحثين والمتخصصين العديد من الأبحاث وأوراق العمل والتجارب، والتي ستساهم دون أدنى شك في وضع تصور عام وشامل لأوضاع العمل البلدي في دول الخليج العربي وسبل تعزيز التعاون من أجل تجاوز الصعاب الحالية والمستقبلية التي تواجه دوله وشعوبه جميعاً. تم خلال الحفل توزيع جوائز مجلس التعاون للعمل البلدي بهدف تشجيع التنافس بين بلديات دول المجلس والمهتمين بالعمل البلدي، وذلك انطلاقا من أهمية العمل البلدي لكونه أحد أهم ركائز التنمية المستدامة. تلا ذلك افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يتضمن أحدث التقنيات والمعدات المتعلقة بمشروعات البلدية بمشاركة جميع دول مجلس التعاون. تحت رعاية سعادة جاسم بن سيف الصليطي وزير المواصلات والاتصالات، استضافت مايكروسوفت قطر النهائيات المحلية القطرية لكأس التخيل 2016، وهي منافسة تدرج ضمن تشجيع الشباب على الإبداع والابتكار والدفع بهم نحو تأسيس مجتمع أكثر استدامة. سادة الحضور، إن المواهب والعقول اللامعة من أصحاب المشاريع المحلية في الدولة تستحق أن تحظى ببيئة حاضنة وداعمة، وهنا ما تسعى إليه الوزارة إلى تحقيقه من خلال توفير مساحة فريدة من نوعها قادرة على تحويل الأفكار النظرية إلى حلول واقعية وعلمية. وتحرص الوزارة بشكل دائم على التفاعل والتواصل مع الشباب المبدع في مجال التكنولوجيا. النهائيات الوطنية لكأس التخيل تميزت هذه السنة بمشاركة فرق تمثل جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة تكساس A&M في قطر، كما قسمت البحوث في الابتكارات إلى مجموعات ثلاث، وهي المواطنة العالمية والابتكار ثم الألعاب، على ألا يتعدى المشاركون 10 دقائق في تقديمهم لكل مشروع. فكرتنا يعني هي نفس شيد يغطي السيارة كاملة عشان مثلا يحميها من الشمس، يحميها من الرين دروبس، وكمان فيها يعني مميزات ثانية ان هي تستخدم السولار انرجي so for less pollution. والله اتمنى التوفيق للكل، وهي مسابقة حلوة يعني حتى لو ما حد فاز او يعني ما فزنا هي تجربة حلوة. كل المشاريع التي قدمت أمام لجنة التحكيم كانت غاية في الأهمية، لكن كان لابد من اختيار أكثرها تميزاً، حيث فازت جامعة قطر بمشروع هو عبارة عن وسائل يساعد الأطراف الصناعية على لمس الشاشات الذكية مثل الهواتف وإمكانية التحكم بها. كما فازت كذلك جامعة كارنيجي ميلون بمشروع مهم عبارة عن تطبيق يحدد للمسافر أهم الأحداث والأنشطة القريبة من مكان تواجده. شارك سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في حفل افتتاح مدرسة رويال جرامر البريطانية في قطر التي تطلقها القمر القابضة، حيث ستبدأ الدراسة في فصولها في شهر سبتمبر المقبل. المدرسة مدرسة عريقة بريطانية، رويال جرامر سكول عمرها يتفاوت 500 عام، والحمد لله رب العالمين بتوفيق من الله سبحانه وتعالى
ودعم من رؤية سمو الأمير حفظ الله ورعاه، وقدرنا أن احنا نجيبها للدوحة، وهي من المدارس العريقة ومن المدارس اللي إن شاء الله نطلب من الله أن ينفع بها البلاد إن شاء الله. الجدير بالذكر أن المدرسة تعتبر من أعرق المدارس البريطانية، حيث يعود تأسيسها إلى ما يقارب 500 سنة، وتهدف الدراسة إلى خلط المتعة بالفائدة، وسيسعى فرعها في الدولة إلى تحقيق رؤية قطر في مجال التعليم. أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية من خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرها عن تشكيل أكبر وفد رياضي تم اختيار أعضائه للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والتي ستنطلق في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. إن هذه اللحظة لحظة مهمة تاريخية بالنسبة لدولة قطر، وخاصة بالنسبة للجنة الأولمبية القطرية. طبعا اللي تبقى اليوم من اليوم نتكلم تبقى 100 يوم ان شاء الله على الاولمبياد في ريو دي جانيرو في البرازيل. وهذه المناسبه طبعا انا يسعدني ان انتهز هذه الفرصه للاعلان عن اكبر مشاركه قطريه بتكون في هذه الاولمبياد في تاريخ الالعاب الاولمبيه. طبعا منذ اول مشاركه لنا في دوره الالعاب الاولمبيه في لوس انجلوس عام 1984. اللجنة أطلقت أيضاً حملة ترويجية تحت شعار يلا قطر، يتم من خلالها التركيز على الرياضيين القطريين المشاركين في دور الألعاب والحائزين على بطولات في مختلف المنافسات. اللاعبين هم راح يكون إن شاء الله الشيخ علي بن خالد الثاني وباسم حسن وخالد العمادي وعلي الرميحي وحمد العطية وفالح العجمي. عقب عندنا الفريق الثاني اللي هو فريق ألعاب القوة، طبعاً أشرف صيفي أول لاعب هو أشرف الصيفي اللي تأهل، حد الآن تأهلوا تقريباً 7 لعيبة، ولكن إحنا ننتظر الآن البطولاتهم اللي جاية إن شاء الله، ومنها من ضمنها بطولة قطر، بطولة دور الماس اللي راح تقام في قطر في شهر 5. أشرف الصيفي، في ميسون، محمد الكرني، عبد الإله هارون، مصعب بلم البطل العالمي، معتز برشم. المشاركة القطرية في هذه الدورة من الألعاب الأولمبية تشكل حدثاً رياضياً هاماً في أكبر منافسة أولمبية دولية على مستوى العالم. تستضيف الصالة الرياضية في مدرسة اليرموك الإعدادية المستقلة للبنين بطولة الشرطة الأولى للضباط لكرة القدم للصالات، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي القطري للشرطة. البطولة هذه بطولة الضباط الأولى لكرة الصالات على مستوى وزارة الداخلية. عدد الفرق المشاركة في البطولة هذه 20 فريق، يعني 20 إدارة بمعدل 10 لاعبة من كل إدارة، يعني جمعنا 200 ضابط من تسوي وزارة الداخلية في البطولة هذه. طبعا احنا البطولات الرياضية هذه دائما يعني نسويها بتعد عن الاجواء العمل مثلا، يعني وتجمع الضباط في مكان واحد، يعني اعتقد ان يعني نزيد من او يعني نقربهم من بعض اكثر. يعني احنا عندنا مشاركات خارجية، اعتقد في مشاركة في شهر 10 لكلية الشرطة، والبطولة هذه اعتقد ان اعداد لهم. ويتضح من مجريات المباريات مدى الإثارة والندية التي تشهدها منافسات البطولة من مختلف الإدارات المشاركة بوزارة الداخلية وقوة الأخوية. احنا عندنا يوم واحد في السنة اللي هو يوم الرياضي، واغلب الشباب في الإدارات ما يتحركون ما يروحون، بعضهم كانوا في المكتب، فالبطولة هذه تساعدنا الواحد يتحرك ويتنشط. احنا ما نختلط مع الادارات الا بحكم العمل، وهالبطوله تجمع الضباط يعني، ونتمنى انها تكون على مدار كل 3 شهور يعني. ومن المتوقع ان تشهد صاله نادي السد الرياضي المباراه النهائيه من البطوله في 4 من شهر مايو المقبل.